هذه الخطوط تعوض الناقلين الذين تم يعني توقف نشاطهم للعديد من الأسباب، منها تغيير النشاط، كذلك الوفاة وغيرها من الأسباب. عدد الرخص المبرمجة أو المعلن عنها في هذه المرة هي 257 رخصة موزعة على العديد من الخطوط، منها خطوط ريفية، خطوط بين البلديات، وخطوط بين الولايات، وكذلك مست بعض المحيطات الحضرية على مستوى الولاية. يتم التأكد من سلامة الحافلة ومدى مطابقتها لشروط الأمن والراحة. بعدها يتم استقبال الملفات على مستوى مكتب التفتيش من وثائق إدارية على غرار البطاقة الرمادية ومحضر المراقبة التقنية، بالإضافة إلى الشهادة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص على مستوى المكتب، ليتم منح الرخصة للمتعامل. معاينة الوثائق الحافلة، معاينة علبة الإسعاف، معاينة الجودة الحافلة، نقاء الحافلة، هذه الأشياء اللي فعلنا المعاينة الأولية.